السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضروا مع بعضياتنا هذه المملحه، غادي تكون سهله اقتصاديه بمقادير اللي متوفرين في كل دار. والان بانها تجي بنينه وتتحضر في وقت اللي قياسي وممكن تحتفظوا بها في المجمد ما توقع ليها والو. فإلا عجبكم الاقتراح نتاع اليوم وتبغوا المزيد منه، ما عليكم غير تدعموني بلايك وبارطاج الفيديو. فاول حاجه غادي نبداو بمقادير العجين اللي غادي نحتاجو اليوم: 250 غرام تاع الطحين اللي تتعادل جوج كيسان نتاو العنبه ونص، غادي نضيفو عليها الملحه بالنسبه للملحه تتبقى على حسب الذوق، غادي نضيفو معلقه نتاع السكر سنيده، غادي نضيفو معلقه نتاع الزبده. بالنسبه للزبده انا هنايا خدمت بالبواطه، بيتو تخدمو بالمارغرين خدمو بها البنات. غادي نضيفو نص كاس نتاع الزيت، فبالنسبه للكميه نتاع الزيت تتبقى على حسب، ممكن تضيفو نص كاس ممكن قل. غادي تقول لي كيفاش؟ غادي تبداو البنات تترملو الطحين بهذيك الزيت حتى تشوفو شحال هز ليكم. الا هو هز ليكم نص كاس راه تتحبسو، هز ليكم قل غادي تحبسوا. المهم نتوما عينيكم ميزانكم بالنسبه للزيت، المهم هو الحبيبات نتاعو الطحين يتلبسوا كاملين بهذيك الزيت. ترملوا مزيان هذاك الطحين بديك الزبده والزويته كيف ما قلت لكم. هنايا ترملوا لي دوك الحبيبات نتاع الطحين كامل، تناخذ واحد البيضه وتنضيفها على الخليط. بالنسبه للخليط الا تجمع لي بديك البيضه وكانت كبيره فراه تنكتفي بالبيضه، ما تنضيفش الماء. الا ما جمعتش ليا ديك البيضه هكا ولا كانت صغيره وما جمعتش ليا العجين تاعي، فتنضيف واحد شويه نتاع الماء هكا، تنبقى نضيف معلقه بمعلقه حتى تيتجمع. بالنسبه للسر نتاع هاد العجين هذا باش يجيكم زوين ومرمل وناجح، هو ما تيتدلكش البنات، فقط تنخدموه في الاول بالزيت مزيان والزبده، من بعد فاش تنضيفوا البيضه تنحبسوا ما تندلكوش، تنبقاو تنجمعوا العجين تاعنا، تنضيفوا الماء وحنا تنجمعوا باش يبقى لينا مرمل ما تيتدلكش. هنايا تجمع ليا العجين تاعي، بغيتو تحتفظوا به في الثلاجه يرتاح احتفظوا به، انا غنخدم به مباشره. صافي تناخذ المولات نتاع الكاب كيك وتنبدا تناخذ جزء من العجين بشكل اللي هو عشوائي، تنعمر المولات نتاعي. بالنسبه لهاد العجين هذا فراتي عمر ليا 12 قطعه من هاد الحجم هذا نتاع الكاب كيك، يعني ما تيشط لينا من العجين والو. صافي تنبقى نلبس في هذيك العجينه. بالنسبه للبنات اللي تيسولوني واش تدهني المولات، لا ما تيتدهنوش المولات البنات. علاش؟ حيت العجين فيه الزبده والزيت كافيين باش ما يلصقش لكم، راه غير تيطيب وتيتقلع بكل سهوله من المول. صافي تنبداو نطلعوا في الجوانب نتاع العجين نتاعنا، تنطرقوه من الوسط، تنزولوا هذاك الفائض الا كان شي فائض نتاع العجين. المهم حتى تيتلبس لينا المول كامل تنحاولوا نقادوه باش يكون هكا زوين ومقاد وتيحف المول. تنخليه جانبا وتندوز للحشوه اللي ما كاينش ما سهل منها صراحه، وما تيهزش حشوه اللي كثيره. تناخذ واحد البصله خضاريه تنقطعها رقيق، تنديرها في واحد المقله، تنضيف عليها شويه نتاع زيت الزيتون وشويه الزيت النباتيه، شويه نتاع الملحه، وتنشحر ديك البصيله حتى تتدبل. من بعد تنضيف عليها واحد نص فلفله حمراء مقطعه رقيقه، كيف ما قلت لكم راه ما تتهزش المقادير بزاف، نص فليفله بصيله صغيره خضاريه. وبالنسبه للدجاج راه ما نص در دجاج بحال ما صدر نتاع الدجاج، تناخذ منه داك النص نتاعو فراتي يكفينا لهذوك 12 القطعه، يعني ما تحتاجوش للحشوه بزاف. والان بانهم تيجيو بنان وزوينين. من بعد تناخذ كيف ما قلت لكم صدر الدجاج حتى هو مقطع رقيق، تنصحح الذوق بشويه نتاع الملحه شويه نتاع البزار، ما نكثروش الملحه حيت العجين مالح والحشوه مالحه ولا باري غادي تكون مالحه، فما نكثروش الملحه البنات باش ما يجيناش مالح بزاف. والزيتون مالح حتى هو، تنضيف واحد الحفينه هكا نتاع الزيتون خضر مقطع دوائر. بغيتو تضيفوا الثوم بودر كتبننوا به، انا ما عنديش، ممكن تضيفوا واحد نص معلقه تاع الثوم بودر مع الحشوه نتاعنا حتى هي تعطي واحد المذاق اللي هو زوين.
من بعد تنجب المول نتاعي. بالنسبه للعجين كيف ما قلت لكم راه ممكن تعجنوه وتحتفظوا به في المجمد حتى الغد ليه او لمده سيمانه او لجوج سيمانات، راه ما تيوقع ليه والو. تجبدوه من المجمد تتخليوه حتى تتلقى هكا فوق البوطاجر وتتخدموا به بالطريقه العاديه. هنايا نعمر في المولات نتاعي، تنحط كل تقريبا واحد المعلقه كبيره في كل كاب كيك البنات، في كل كاب كيك واحد المعلقه هكا كبيره، ما تيهزوش بزاف صافي. تنجيب شويه نتاع الفرماج موتزاريلا ولا الفرماج احمر اللي متوفر عندكم هكا محكوك، تندير واحد الكميه باش تعاود تزيد تعصينا البنه لهاد الكيش نتاعنا. بغيتو تضيفو غير الفرماج كامل تلتي اللي عندكم تقطعوه طريفات وترميوه فوق الحشوة ضيفوه. بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش الفرماج حمر او لا الفرماج موتزاريلا واللي عندهم راه غادي ديره. صافي تيكون هو هذا الكيش نتاعنا، تنخليه جانبا وتندوز باش نحضر لاباراي كيش. بالنسبة لاباراي كيش تنحتاجو لها جوج بيضات، تنحتاجو تقريبا واحد ربع كاس نتاع الحليب، ربع كاس صغير، تنضيف عليه شويه نتاع الملحه كيف ما قلت لكم الملحه دائما نقصوا منها حيت كلشي ملح باش ما تجيكمش المملحه نتاعكم مالحه بزاف. تنضيف شويه الملحه شويه البزار، واحد نص معلقه نتاع الطحين، نص كيس نتاع الخميره نتاع الحلويات، وتنضيف واحد الياغورت طبيعي. بالنسبه للبنات اللي عندهم الكريمه غادي تضيفوا كاس نتاع الكريمه، انا خدمت بالياغورت الطبيعي حنت متوفر عند كل شيء وحنت الصراحه تطلع رخيص واقتصادي. صافي تنخلط هذاك نص كيس نتاع الخميره مع داك نص معلقه نتاع الطحين مع البيض وداك الياغورت الطبيعي، الملحه، البزار، ممكن ديروا الكوزه او لا الثوم بودر حتى هو تعطي واحد المذاق اللي زوين. انا هنا اكتفيت بالملحه والبزار. صافي تنفرغ جوج معالق تقريبا في كل قطعه من هذه المملحه، تنضيف ليها جوج معالق كبار من لابارياكيش صافي وتندخلهم للفران. فبالنسبه لطريقه الطهي البنات في الفران حتى هي مهمه، تنشعلوا الفران بالنسبه للفران الغاز حتى تيسخن مزيان، تندخلوا المملحات نتاعنا تنديرهم في واحد الطاوه تندخلهم للفران، تنقصوا عليهم العافيه واحد شويه، تنخلي عليهم فقط شعل تحت حتى تيطيبوا وتتحمروا على عافيه اللي متوسطه كيف ما قلت لكم. انا ما تنحتاجش نشعل عليهم الفران من الفوق فقط لتحت، وراه تياخذوا اللون حيت فيهم داك البيض راه تياخذوا اللون دغيا من الفوق، ما تحمروش لكم نتوما من الفوق هكا بقيتوا شاعلين عليهم غير من التحت، ما خداوش لكم اللون من الفوق، غادي تشعلوا عليهم الفران هكا واحد الشويه من الفوق، غادي تكون العافيه منقوصه مزيان وتخليوهم حتى تياخذوا داك اللون اللي زوين. بالنسبه للدور نتاع الطحين والخميره تاعت الحلويات هو هذا البنات هو اللي تيخلي لنا الكيش بومبي، واخا يبقى في المجمد حتى لمده طويله راه ما تيوقع ليه والو، ما تيهبطش، ماشي تنخرجوه من الفران ويهبط لينا، لا تيبقى البنات هكا بومبي وتيبقى زوين، تيبقى المنظر نتاعو الصراحه زوين. من بعد تنزينوه. فبالنسبه لطريقه الزين تتبقى اختياريه، انا هنايا زينتو بالفرماج موتزاريلا محكوك، زينتو بشويه نتاع المعدنوس مقطع رقيق، شويه نتاع الزيتون الخضر هكا باش نتذكر بالحشوه راه فيها الزيتون الخضر. بغيتو ديروا شويه نتاع الفلفله الوان مشحره في شويه نتاع زويته شويه نتاع الملحه والبزار وتضيفوها فوق هذاك الفرماج حتى هي تجي زوينه وتيجي المنظر نتاعها زوين. بالنسبه للتزيين راه تيبقى اختياري ليكم البنات. الى عجبكم الاقتراح نتاع اليوم كيف ما تنقول لكم دائما ما تنساوش تدعموني بلايك، بارطاج الفيديو، بارطاجي عند صحاباتك كاملهم اللي في الواتساب في الميسنجر في الانستغرام باش تزيد تشجعوني، وصيفطوا لي التطبيقات نتاعكم على الانستغرام اللي هو العبار مريم نفس الاسم نتاع القناه، ولا على الصفحه اللي على الفيس اللي هي
شهيوات مريم. بالنسبة لشهيوات مريم راه الاسم القديم نتاع القناة، بالنسبة للبنات القدام معايا راه تيعرفوه. فاش بدلت الاسم تاع القناة تضرو مساكن تيقول يا مريم ما بقيش عارفنا قناتك. البنات بالصحة والراحة وعواشر مبروكة.